نقول ثلاثيات رباعيات كولر هي عنوان الموسم الجديد بتاعنا الحمد لله، يعني وتألق واضح جدا لجميع كمان اللاعبين، فوز مستحق للأهلي، وشفناه كمان تحديدا في المباراة الأخيرة ضد يعني سان جورج الأثيوبي في رحلة هنا تقدر تقول الدفاع بقى يعني عن لقب دوري أبطال إفريقيا. عندنا كلام كتير جدا عن الأهلي ودوري أبطال إفريقيا والمنافسات المحلية والقارية. خلينا نرحب بس في البداية بضيفنا العزيز جدا وصديقي العزيز طبعا كابتن فتحي نصير، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والمحاضر الدولي بالاتحادين المصري والافريقي. صباح الهنا وصباح النصر. صباح الخير. صباح الخير نوان. صباح الخير يا فاروق. منور. منورنا يا كابتن فتحي. سعادتك يعني. انا سعيد ان انا يعني اول حالة ان اكون موجود مع حضرتك يا كابتن فتحي. لا 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 انت منور ونهواند منوره، ويعني انتوا يعني مش محتاجين حاجه بقى، انا اقول لكم السلام عليكم وكفايه. حبيبنا كابتن فتحي والله منورنا طبعا. نبدأ بقى الحديث عن آخر مباراة، يعني نبدأ من آخر مباراة سان جورج. يعني ذهابا وإيابا. ثلاثيات ورباعيات كولر، شايف يا كابتن فتحي هل أنت مع إطلاق عنوان الأهلي في هذا الموسم ثلاثيات ورباعيات كولر؟ شفنا الموسم الماضي كان بيحقق عدد كبير جدا من المباريات بالفوز بثلاثة أهداف، بدأنا الموسم برباعية وثلاثية، شايف الأمر ده إزاي يا كابتن؟ شايف الأمر إن فريق النادي الأهلي بدأ فيه روح الاستقرار، والاستقرار ده مهم جدا. صحيح. الاستقرار في أي عمل، حتى الاستقرار في العمل هنا، الاستقرار في القناة، الاستقرار في الملعب، الاستقرار في البيت، الاستقرار في الحياة، الاستقرار الدولة، كل الاستقرار ده أو عنوان الاستقرار مهم جدا عشان تاخد منتج متميز للحاجة اللي انت بتكنها. فاستقرار الفرقة في ان كل اللعيبه دلوقتي الموجودين، كل سكواد اللي هو عند كولر، كله اتعدوا اعداد جيد، كلهم في مستوى واحد، بحيث ان هم اي واحد فيهم بينزل يؤدي في المنظومه الخاصه بكره القدم للنادي الاهلي. منظومه الفرقه دي مهمه جدا، فبالتالي انت بتغير لعيبه لكن ما بتغيرش طريقه لعب. صحيح. ما بتغيرش اسلوب، ما بتغيرش نتيجه، دايل النتائج مختلفة مع اختلاف اللاعبين اللي كانوا بيلعبوا. يعني ما نقولش ان المباراة الاولى هنا في بطولة افريقيا في التصفيات كان في مجموعة لعيبة، المباراة التانية مجموعة لعيبة تانية. طب النتيجة ايه؟ كانت ثلاثة، كانت اربعة، كل ده ليه؟ لان الاداء او الثبات والاستقرار في شكل الفرقة واحد، واللعيبة كلها دلوقتي بدأوا يندمجوا وبقت دخلوا في فورمة المباريات اللي افتقدناها مع بداية الموسم.